السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال والصحه الجيده ان شاء الله. معكم وصفات امي امن ناجحه، نهار جديد معكم ان شاء الله. بغينا ان شاء الله نوجدوا هذه الحرشه اللي شبيهه بالحرشه ديال الزنقه، اللي هي كتدخل صراحه الله في السهل الممتنع. يعني هي سهله ولكن ماشي ديما كتنجح معنا وماشي ديما كتجينا زوينه كما ديال الزنقه. حنا دائما كنطمحوا لشي حاجه تجينا بحال ديال الزنقه، يعني تجي مقرمشه وتجي مزيونه. بقاو معايا ان شاء الله، غادي نوريكم الطريقه بسيطه باش كتجيكم احسن من ديال الزنقه ومقادير مضبوطه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا، انا اختاريت السميده ديال الحرشه الرقيقه. هنا هاد السميده عبرتها بالكاس، خمسة ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. عندي نص كاس ديال الزيت النباتية، عندي الملحة، وعندي واحد راس معلقة ديال الخمارة ديال الحلوة، وعندي راس معلقة ديال الخميرة ديال الخبز كما كتشوفوا معايا في الصورة، وعندي هنايا جهد معلقة ونص كبيرة ديال سنيدة ولا السكر، وعندي الحليب باش غادي نخلطها. الحليب ان شاء الله تنخلطها وغادي نعرفوا بالضبط شحال من كاس غادي تاخذ لنا هاد السميده. عفوا، على بركه الله غادي نحط هاد يعني هاد السكر ولا هاد السنيده غادي نحطها فوق هذيك الحرش هذيك السميده. انا هاد العبار اللي عطيتكم ديال السميده على حسب المقله اللي عندي، انتم غادي تشوفوا القياس ديال المقله اللي عندي. غادي نزيد عليها راس معلقه ديال الخماره ديال الحلوه بليطو، وغادي نزيد شويه ديال المليحه. يعني عينكم ميزانكم قياس هكاك ديال نص معلقه صغيره هكاك بالضبط، عينكم ميزانكم في الملحه. وغادي نزيد هاد نص كاس ديال الزيت بالضبط، وغادي الطريقه العاديه يعني المعروفه، كنبسبسوا هاد السميده، كنحاولوا هاد السميده كلها تغطي لينا بديك الزيت وبديك العناصر. هذه خطوه مهمه باش كتنجح معنا الحرشه، ضروري نبسبسوها مزيان هاد السميده بهذه الطريقه حتى كنشوفوا بان راه كلها ولات يعني مرويه بديك الزيت ولا تلبسات كلها بديك الزيت. وندوز ان شاء الله باش غادي نزيد ليها الحليب. غادي نعبروا بالكاس بالضبط شحال يدخل لينا في هاد الحرشه. نضيف بعدا اولا ديك حدا الراس معلقه ديال الخميره ديال الخبز. من الحوايج اللي باش يعني اللي كينجحوا الحرشه، ما تكتروش الخميره، ما تكتروش الخماره ديال الحلوه، يعني هاد الحوايج هادو الا كانوا كتار ما كتنجحش معنا الحرشه. ندير الكاس الاول. انا في المعتاد كتخرج ليا يعني كندير خمسة ديال الكيسان ديال السميده، كتعطيني ثلاثة ديال الكيسان ديال الحليب باش كنرويها وشي شويه، هذه اللي مولفه. ولكن انا غادي نعبر قدامكم باش تاخذوا العبار مضبوط وتنجح معكم الا درتوا هاد المقادير. وكنبدا كنخلط غير براس ديال الصبعان ديالي، يعني الحرشه ما عمركم تدلكوها، دائما غير خلطوا بالاصابع ديالكم وصافي. انا زدت الكاس الثالث دابا كما شفتوا، الى ناقصني راه غادي نزيد واحد شويه، يعني اكيد غادي نزيد واحد شويه لان انا عندي هاد المقادير ديجا كنخدم بهم، ولكن خصني تشوفوها قدامكم باش الى بغيتو تجربوه بهاد المقادير تكون ناجحه معكم. يعني زدت شويه على ثلاثه ديال الكيسان كنبدا كنخلط. كما شفتوا حتى حصلتها هكا، يعني خليتها جاريه، غادي نخليها حتى تنشف كما كتشوفوا هنايا. غادي نخليها ما كتاخذش بزاف، شي 6 دقائق هكا كتلقاها نشفات، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. دابا ان شاء الله عندي المقله اللي كتدخل، لا عفوا المقله فاش غادي نطيب، هادي هو السمك ديال المقله، يعني مقله كبيره شويه.
الا كانت عندكم مقله صغيره تنقصوا يعني القياس ديال السميده. كنبدا كندهنها بالزبده مزيان يعني ماشي داك الدهن الخفيف، وانما كنحاول بحال نلبسها بالزبده. اولا لان كنضمن بان الحشره ديالي ما غاديش تلصق نهائيا ملي كندهنها مزيان بالزبده. ثانيا داك الدهن ديال الزبده كتعطي واحد اللون للحشره. وكندردر هكا فوق السميده كما كتشوفوا. هذه هي الطريقه اللي كنعتمد وكنديرها دائما باش كتجيني الحشره بهذاك الشكل وكتجي زوينه وكتجي مقرمشه كما شفتوا. هاد السميده كنحاول نكورها غير بحال ما هكا هاد العجينه ديال السميده، وندير ليها السميده ونحطها هكا في المقله ونبدا كنقرصها كما كتشوفوا. في الاول كنقرصها هكا بلا حتى شي حاجه، من بعد كنبدا كندير ليها شويه ديال السميده ونقرص على الدوره ديال المقله ديالنا. هادو تفاصيل بسيطه ولكن راه كينفعوا في انك تنجح مع يعني ينفعونا تنجح معنا يعني الحرشه وجينا بحال ديال الزنقه كما كنبغيوها دائما. ومن بعد كنحاول يعني ناخذ شي معلقه ون داك يعني الشنيت فات هكا ديال الحرشه كنعاودهم هكا كما كتشوفوا، باش نحافظ ليه على داك الشكل الدائري. وكما شفتوا انا دابا غادي نحطها فوق البوطا على نار يعني ما طلعش بزاف وما قليلاش في الوسط، ونخليها حتى تنشف ونعاود نشوفوها. كما شفتوا دابا راه نشفات ليا تماما باش كنعرف بان راه طابت من ديك الوجه، كنشوفها نشفت نهائيا. وكناخذ شي طبصيل بحال ما هكا وكنقلبها فيها. نتوما كما كتشوفوا راها خدات هاد اللوينه من ديك الجهه، ونرجعها طيب على الوجه الاخر. وها هي الحرشه ديالنا كما كتشوفوها، راه كتجي مقرمشه وكتجي يعني فتيه وهشيشه، يعني داك الشروط اللي كتكون في الحرشه ديال الزنقه راها موجوده في هاد الحرشه هذه. وتصايبوها في داركم وتعرفوا اشكون شنو كليتم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.